أهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. قبل نهاية هذه الحلقة خلوني أرحب بالدكتور أحمد ثابت. سريعا جدا نتكلم عن أهم الأرقام الخاصة بمباراة منتخبنا الأولمبي، لأن هناك لو اتكلمنا عن الأرقام المنتخب الأول هتبقى أرقام سلبية فقط، مفيش أي أرقام إيجابية مع منتخبنا الأول، وبالتالي خلينا نتكلم عن أهم الأرقام الإيجابية الخاصة بمنتخبنا الأولمبي. ازيك يا دكتور؟ تفضل على طول. في البداية طبعا ألف مبروك لمصر الصدارة والعلامة الكاملة. النهاردة أنت أول يعني المنتخب الوحيد في البطولة اللي بحقق العلامة الكاملة، 3 فوز. النبي بلاش الكلمة دي عشان خاطري يعني عدي، بس دي حاجة مؤشر إيجابي إن أنت أقوى خط هجوم وعندك هداف البطولة زي مصطفى محمد. في يعني أنا عاجبني قوي النهاردة أهم حاجة التكتيك بتاع كابتن شوقي غريب بصراحة. غير اكتر من تطور مره، تطور بشكل يعني بجد. انا بحيي الكابتن شوقي غريب لان في ناس الحقيقه برضو ما زالت لكن بتهاجم الكابتن شوقي، ولكن انا شايف ان هو في المباراتين دول تطور بشكل كبير جدا، بيغير يعني التكتيك كتير جدا. يعني هو لعب 3-4-2-1، النهارده رمضان صبحي كان مركزه مختلف، لعب في 3 مراكز. في البدايه لعب كارتكاس تاني جنب اكرم توفيق، وهنا كان امام عاشور وعبد الرحمن مجدي وقدام مصطفى محمد. بعد كده هو حس ان رمضان في الشوط الاول مش نفس الماتش اللي فات، فراح عامل ايه؟ راح مودي رمضان ناحيه الشمال ومودي امام عاشور هنا، نفس الفكره بالظبط. بعد كده بعد ما جبنا جون عمل تغيير حلوه جدا، راح مقفل الملعب ومنزل احمد رمضان بيكهام اللي عمل ماتش نموذجي في وسط الملعب، ومطلع من ورا منزل محمود الجزار ومخرج امام عاشور. ليه؟ لان امام عاشور تعب ويعني بدنيا بالزبط. مجهوده خلص، فراح مطلع بالظبط نفس الشكل ده، راح مطلع نزل محمود الجزار هنا وبدل عنده كذا لعيب جوكر. يعني رمضان صبح لعب في 3 مراكز، لعب ارتكاز تاني، بعد كده في بدايه الشوط الثاني لعب جناح، حتى الكوره اللي جا منها الهدف بتاع الضربه الركنيه ده كان رمضان صبحي هو اللي بادئها، هي اللي طلعت ضربه ركنيه. بعد كده في اخر ربع ساعه بدا يحوله كمهاجم مكان مصطفى محمد، مصطفى محمد اتحول كجناح وهو بحيث ان هو يستغل حتى الكره اللي راح فيها انفراد شويه برضه. ورمضان يقدر في حته السرعات، عنده حته السرعات اكتر من مصطفى محمد، يقدر يغذي الحته الهجمه المرتده لمنتخب مصر. فبصراحه مباراه فيها تكتيك ممتاز جدا من كابتن شوقي غريب، يستحق بصراحه رجل المباراه. المباراه الثانيه بيتدخل برضه بالتغييرات، يعني المباراه اللي فاتت لما نزل عبد الرحمن مجدي وحس ان الفرقه بتهاجم من جبهه واحده راح منزل عبد الرحمن مجدي، النهارده بيعمل تغييرات بصوره ممتازه جدا. كمان اللي ياكد كده ان الاهداف النهارده منتخب مصر مسجل 6 اهداف في البطوله، منهم 3 كرات عرضيه من الطرفين. ده شغل مدرب، انت بتلعب بثلاثه ورا بتدي حريه للظاهرين ان هم ينطلقوا. هي قدامنا على الشاشه 3 كرات عرضيه من الطرفين، 2 ضربات ركنيه. ما الضربات الركنيه ده برده شغل مدرب في زي ما قلنا منتخب الكاميرون، نقطه قوته الضربات الركنيه واتكلمنا عليها وجابوا منها هدف قبل المباراه. برده كابتن شوقي غريب من ضمن مميزاته ان هو بيحفظ لعيبته الضربات الركنيه. وهدف تسديده اللي هو تسديده ثم المتابعه. دول ده نظام الست اهداف بياكد ان في بصراحه حاجة محترمة جدا من كابتن شوقي غريب. الحاجة الثانية التوظيف رمضان صبحي في 3 مراكز. الحاجة الثالثة أكرم توفيق قدم مباراة هايلة جدا جدا جدا، ومكسب كبير جدا لمنتخب مصر وللنادي الأهلي في المستقبل. بصراحة أعتقد أنه هو نضج وتطور، يمكن هو تاني أكتر لاعب قطع الكرة في المباراة. رقم واحد اللي كان مع حضرتك على التليفون أسامة جلال مدافع إنبي، برضه بيقدم بطولة كبيرة جدا يعني عظيمة جدا. أكتر لاعب قطع كرة في المباراة أسامة جلال 16 مرة، واكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه 7 مرات. الثاني اكرم توفيق 15 مره. اكرم توفيق ما كانش يعني هو يعتبر اصلا ان احنا بنلعب بارتكاز واحد بس، لان رمضان مهاجم بيهاجم، يعني رمضان دايما بيميل ان هو يهاجم، فاكرم توفيق بيشيل الحته دي لوحده. غير كده اكرم توفيق النهارده اكتر لاعب في المباراه صنع فرص، صنع منهم الفرصه اللي تسببت في الهدف الاول. وبالتالي اكرم توفيق قدامنا ارقامه على الشاشه، دقة تمريراته القصيرة 89.5، عمل 3 تمرير طولي الـ3 صح. تاني أكتر لاعب قطعا للكرات 15 مرة بعد أسامة جلال. أكتر لاعب صنع فرص 3، وأكتر لاعب حصل على أخطاء 3. ده دليل إن اللاعب ده تفوق على الاثنين الارتكاز أو الـ3 بتوع الكاميرون، لما ياخد فاولات منهم كتير، يقطع الكرة كتير، يصنع فرص، قام بدور دفاعي ودور هجومي. وواضح جدا إن أكرم توفيق نضج بشكل محترم جدا. برضو أحمد رمضان بيكهام لعيب كورته حلو قوي بصراحة. أنا مستخسره في مركز المساك سواء مع المنتخب أو مع دجلة، لما طلع وتقدم في الشوط الثاني مهاري هيجيب جون حلو، بس جت في اللعيب، بس كان هيجيب جون عدى من كوبري كده وراح شايطها. هو عامل 4 مراوغات ناجحة في المباراة. فأحمد رمضان بيكهام عمل بيتطور بشكل كويس جدا، كورته حلوة بصراحة. لما نزل كارتكاز بيأدي كمان أفضل من ميستو كمدافع، يمكن هو مع تكيس في وادي دجلة بيحبه عشان بيحضر الهجمة وكورته حلوة. ما ننساش طبعا اللي أخذ رجل المباراة وهو هداف البطولة، مهاجم من طراز فريد
مصطفى محمد. مصطفى محمد بصراحه يعني يعتبر واحد من افضل، يعتبر افضل مهاجم في مصر حاليا. احنا مفتقدين النوعيه دي من المهاجمين. انت بتتكلم في الارقام، دقه تمريراته النهارده 33.3، يمكن هي مش عاليه بالنسبه للمهاجم على فكره، دقه التمريرات مش قوي يعني، ما بيتهمش قوي. اللي يهمك احرز اهداف، هدفين، راجل خلص لك الماتش بالهدفين بتوعه، هداف البطوله. المحاولات على المرمى 3 3 صح ما بين الثلاث خشبات. اللي يهمك برضو في المهاجم الضغط العالي اللي كان بيعمله، او مساله الدور الدفاعي، قطع الكره 5 مرات النهارده مصطفى محمد. كنا بنشوفه، احنا قلنا قبل المباراه ان الكاميرون خطرتها في الضربات الركنيه وجابت هدف من الضربات الركنيه، ولكن مصطفى محمد بصراحه كان بيرجع في الضربات الركنيه، وكان واضح ان دي تعليمات من كابتن شوقي غريب ان هو كان بيمسك القائم القريب. اكتر لاعب فاز بالتحامات ثنائيه، ودي حاجه يعني تاني من الناحيه الهجوميه، لان اسامه جلال من الناحيه الدفاعيه هو فاز بسبع التحامات، من الناحيه الهجوميه مصطفى محمد فاز بخمس التحامات، وبالتالي استحق رقم المباراه وهو هداف البطوله، واعتقد مكسب كبير جدا لمنتخب مصر. برضو عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي بصراحه جناح واعد جدا، مميز قوي عبد الرحمن مجدي في الجبهه اليمنى، ولكن عبد الرحمن مجدي عنده، انا شايف اللمسه الاخيره عنده مش حلوه. يعني اللمسه الاخيره، يعني مثلا هو عامل 8 عرضيات واحده بس اللي صح، عامل محاولتين ولا واحده صح، فهو عنده تكنيك كويس بس محتاج اللمسه الاخيره. اللمسه الاخيره لو ظبطت مع عبد الرحمن مجدي، لو اتطور بشكل اكتر من كده، اعتقد ان هو هيكون واحد من افضل الاجنحه في مصر. برضو امام عاشور قدم مباراه كويسه جدا وصنع اسيست بالنسبه لاول مباراه، هايل. وبيجيب البدني بتاعه، يعني هيجي الجانب البدني بتاعه هيجي لما بيلعبوا النهارده 65 دقيقه. لا قدم مباراه كويسه وعمل اسيست. برضو كريم العراقي باك يمين عمل اسيست ممتاز وعمل مباراه كويسه جدا. واحد من افضل اللاعبين في الثلاث مباريات بصراحه، يعني مكسب. احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا مشكله في الباك اليمين، بيقدم كريم العراقي بيقدم حل في المركز ده بصراحه مع المنتخب الاولمبي. برضو حراسة المرمى محمد صبحي حل مميز جدا في المكان دوت. احمد ابو الفتوح النهارده ما ظهرش بالشكل اللي كان ظاهر عليه بالماتشين، ليه؟ بس ما كانش وحش. ما كانش وحش طبعا، بس ما كانش يعني النهارده مثلا هو عامل 4 عرضيات، الماتشات اللي فاتت كان بيعدل 10، فده دليل ان هو برضو كانت تكون تعليمات من كابتن شوقي. وكمان عدم وجود رمضان صبحي امامه. صح، رمضان صبحي لما بيبقى قدامك بيريحك كتير جدا. النهارده رمضان صبحي ما كانش موجود قدامه في الشوط الاول، زي ما قلنا ان هو كان بيلعب ارتكاز تاني جنب اكرم توفيق، وبالتالي امام عاشور اللي كان جنبه كانوا مكلفين بتعليمات دفاعيه واضحه جدا. اخيرا برضو احنا اتكلم الدكه التغييرات، زي ما قلنا محمود الجزار كان النوع من التامين ان هو عايز يحافظ على المكسب، وده دور المدرب ان انت ازاي تحافظ على المكسب، وازاي التايمنج بتاع التغييرات بتاع كابتن شوقي غريب محترم جدا. واحمد ياسر راين طبعا كنوع من التنشيط الهجومي، صلاح محسن برضو كنوع من التنشيط، وعشان مصطفى محمد يستحق التحيه من الجماهير. ما ننساش برضو ان دور الجماهير مهم جدا 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 مع منتخب مصر الاولمبي، الحضور في اخر مباراتين ليه دور مهم جدا في حلاوه الاداء والمتعه. اعتقد ان بالاداء ده منتخب مصر قريب جدا، مش بس ان هو يصعد اولمبيات، ان شاء الله ان شاء الله ممكن ناخد البطوله. مش عايزين نقطع ان شاء الله، ربنا يكرمنا والامور تمشي بشكل جيد جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا جدا، وكل التوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي ان شاء الله. الف الف مبروك لمنتخبنا الاولمبي، الصعود للدور قبل النهائي ان شاء الله. مستنيينكم يا رجاله يوم الثلاث في مباراه مهمه جدا جدا يستطيع بها منتخبنا الوطني الوصول الى منتخبنا الوطني الاولمبي الوصول الى أولمبياد طوكيو 2020. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني الأولمبي في مباراة يوم الثلاث. وطبعا هنبقى نتكلم بقى خلال الحلقات قبل الفترة اللي جاية عن منتخبنا الوطني الأول، لأن هناك سلبيات كثيرة جدا جدا في مباراة اليوم، لكن اللي عمله منتخبنا الأولمبي حاجة جميلة جدا.